على شاشة الغد، يعني كيف تابعتم هذا الحادث المؤسف؟ هو للأسف الحريق حدث وقت القداس الإلهي النهارده، وللأسف كمان إن هي مش كنيسة بس، هو ملحق بيها مبنى خدمات في حضانة، فيعني يرجح إن في ضحايا من الأطفال وفقا لمصادرنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طيب هل اتضح الأسباب وراء نشوب هذا الحريق؟ حتى الآن ما فيش سبب محدد. البيان الرسمي بالكنيسة بيقول إن هو من مصادرهم بوزارة الصحة في 140 ضحية ومصابين وصلوا ل 14 شخص، وحتى الآن جاري حصر عدد الضحايا والمصابين. طب إذا ما تحدثنا حول الجهود التي قامت بها قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق سيدة أميرة. بالطبع هناك جهود مبذولة تفوق الوصف. هم بمجرد ملاحظة شرارة الحريق اتجهت قوات الحماية المدنية للعمل على إطفاء الحريق وإنقاذ الحضور في الكنيسة. السيدة أميرة هشام الصحفية بالأهرام، شكرا جزيلا لك.